لو الحكاية فيها إن فيتو بيت معايا أنا أعرفه بنفسي هو نادي وده يحتم عليك حاجة الناس كلها بتتكلم عليها ويمكن أنا بعتها لك أو بصراحة الناس بتتكلم في مشكلة في نادي الصيد أو في صيد الدق للعميل ارتفاع تكاليف خدمات العمل يمكن أنا مش داخل فيها بس يعني دي شكوى متكررة ودايما موجودة حتى على الصفحات في الفيسبوك. فايه اللي انتوا في دماغكم كقايمة هتعملوه في الناحية دي؟ يعني سير لا خلاف عليه في كل المجالات الأخرى الإنشاءات اللي هيقعد عد لبكرة. الموضوع ده ناقص موضوع للأعضاء. هو طبعا خلينا نتكلم على الخدمات المقدمة للأعضاء هي كانت من أكل وشرب الحاجات اللي هي اليومية الخدمات اللي العضو بيحتاجها. انا هتكلم بس الجزء في الاول ان نادي الصيد لو قارن ما بالانديه الجديده او الانديه الخاصه اللي طالعه النهارده طبعا كاسعار خدمات مقدمه لا تقارن طبعا ارخص بكتير بس ده مش معناه ان احنا نغلي مش معناه ان احنا نرفع الاسعار او مش هدفنا ان احنا نرفع الاسعار لا بالعكس احنا هدفنا ان احنا نقدم خدمه جيده او اعلى خدمه لعضو النادي باقل فلوس ممكنه وده احنا كلنا بنسعى فيه لان في النهايه احنا اعضاء نادي واهلنا واصحابنا واحنا عايشين هذا المكان يعني فهو ده اللي احنا هنسعى ليه ان شاء الله خلال الفتره اللي جايه في بعض الشكاوى بتجيلنا او بعض الشكاوى بنسمعها كاعضاء في النادي وابتدينا نسمعها اكتر لما ترشحنا وبقينا نسمعها من الناس لما نتعامل معامله مباشره مع الناس اصحابنا كمرشحين ليهم بعض الشكاوى بعض الخدمات المقدمه ان شاء الله ربنا يقدرنا ونحاول ان احنا نحقق المعادله الصعبه ان احنا نقدم خدمه كويسه باقل تكلفه ده من خلال محور من المحاور المهمه في البرنامج اللي احنا حطيناه في قناه الدكتور مجيب ازاي ان احنا نحقق خدمه كويسه ونعظم موارد النادي بدون زي ما بيقولوا كده باللغه العاميه ان احنا نقرب من جيب العضو يعني ان احنا نقدم خدمه كويسه وفي نفس التوقيت ما نحملش عبء على خزانه النادي وفي نفس التوقيت ما نحملش عبء على النادي دي المعادله الصعبه اللي احنا ان شاء الله هنسعى كمجموعه ان احنا نحققها ان شاء الله لو ان شاء الله ربنا وفقنا وهو ده الجانب الاجتماعي وطبعا الى جانب القطاع الرياضي طبعا كلنا لو بنقضي يوم جوه النادي فاحنا اولادنا بيروحوا بيمارسوا انشطه ايا كانوا في فرق النادي او في المدارس او في الاكاديميات فطبعا احنا عانينا على الشقين الشق الاجتماعي والشق الرياضي. لما خليني اكمل لك الاجابه على السؤال الاولاني. الجزء الرياضي انت مطلوب منك انك تجيب احسن مدربين واحسن عناصر تقدم احسن خدمات للولد ابني وابنك اللي بيمارسوا الرياضه. وده اللي عمله المجلس اللي فات الحقيقه. وسفريات والناس تسافر واحسن عناصر ممكن مدربين اجانب وبعدين ظهرت نغمه ايه العجز الرهيب في ميزانيه الرياضه ده فعلا ميزانيه الرياضه وصلت 43 مليون جنيه عجز فبدا المجلس يفكر في شيء من التوازن يعني اما تطلب مدرب نص نص وتاخد فلوس قليله وتطلب خدمه كويسه ومدرب كويس على اعلى مستوى وكلنا نشارك في ثمنه لكن ما ينفعش تقول انا عايز احسن حاجه ومش عايز ادفع حاجه هي اصلا شراكه انا بقدم لك الخدمه بتحمل جزء من مصادر اخرى ومن موارد اخرى اعرف اجيبها من سبونسرز من غيره وغيره وغيره لكن في الاخر لازم تتحمل معايا لانه عبء الميزانيه مش ممكن يحتمل اذا احتمل سنه اثنين ثلاثه هتسيب اللي بعدك مشكله كبيره وده اللي خلى المجلس السابق ان هو فعلا يتصدى للموضوع كان ممكن يقول يجي اللي بعد يتصدى ونفضل لطيف لكن هو الحقيقه كانت شجاعه جدا منهم انهم يتصدوا للقصه وما عارفين انهم ماشيين ويعدلوا في بعض الاسعار الخدمات بتاعت النشاط الرياضي امزع على الاعضاء بس عشان ما تاثرش على نوعيه الخدمه اللي بتقدمها اعتقد هو يبقى نفس الفكر بالنسبه للنشاط الاجتماعي تأمين مواد بقى عندهم تحديات كتير انشاءات كتيرة زي الصيانة التطوير برنامج شوف يمكن الدكتور مجيب يشاركني في الفكرة دي سنة 92 لما جينا في المجلس ما كانش في نادي أصلا ولكن أصلا ما عندناش فلوس تشيل الخزنة ما كانش فيه
ما كانش في نادي، لكن بشويه توجيه، شويه عمل، شويه عمل دؤوب وشويه افكار كويسه، ابتدى نادي السيد يظهر ملامحه لغايه ما بقى اربع فروع وبقى عنده كل الامكانيات. احنا عندنا امكانيات الى النهارده لم تستخدم، يعني عندنا نادي السيد الدقي مكتظ في الاعضاء، بينما نادي السيد اكتوبر عنده مشكله عكسيه انه ما فيهوش اعضاء. احنا عندنا امكانيات كبيره قوي قوي ممكن نستخدمها لتنميه الموارد النادي، بالاضافه الى انه سنه 92 انا متذكر جبنا سبونسر يتحمل جزء من ملابس لاعبين النادي. احنا نقدر نعمل حاجات كتير قوي من الرعاه ومن الاستثمارات. ممكن يكون عندنا فكره فرع جديد في منطقه جديده، لانه فرع جديد زي فكره وادي دجله، زي فكره القطاميه، دي كلها حاجات هتعمل موارد كويسه للنادي. لكن دي بقى هتحط على الترابيزه وتحط افكار، وعايزه مش مجرد انا اقول هنعمل فرع جديد، دي عايزه عمالقه يخلصوا. زي ما قلت لك نادي السيد عمل الفرع، لان كان عندنا مهندس حسين صبور، باقي الانديه بالكامل ما حطتش طوبه، فهي عايزه استعانه بخبرات كبيره، واعتقد انها موجوده في النادي لتنميه الموارد. يعني ممكن نشوف فرع خامس لنادي السيد و10 اذا اتفتحت الاستثمارات، اتفتحت الاستثمارات في الانديه. الانديه مش هتستثمر الا في المجال الرياضي، واعتقد دي خدمه رياضيه مميزه للمجتمع المصري، واسم نادي السيد كبير، الناس هتيجي وهي مطمئنه، فاعتقد دي احسن حاجه ممكن نستثمر فيها اموالنا. نفسي حضرتك تشوف مالي فرع فين؟ اعتقد انه جنب البيت. القاهره كبيره وتوسعاتها اكبر، وان شاء الله يكون في حاجات كويسه باذن الله.